يمكن لأحد أن يتصوره ولا يمكن لنا أن نصفه. هذا السحر هو سحر الطبيعة، سحر الموقع، المناخ والطقس، ولكن ما هو أساس كذلك هو تواجد الثقافة الحسانية الصحراوية المغربية الأصيلة ديال هذا التموقع الأساسي. فيه ثلاثة أو أربعة المسائل اللي هي أساسية. أولا هناك لقاء ما بين المحيط وما بين الصحراء اللي تتجسد في الخليج ديال الدخلة اللي هو فريد من نوعه عبر العالم. أنا راه عملت شي 60 دولة قبل ما نكون وزير، لأن كان الشغل ديالي في بناء الدول. لم أجد خليجا بمثل هذا، لم أجد تداخلا ما بين البحر والصحراء. المسألة الثانية وهي هذه المنطقة متواجدة في مناخ معتدل على طول السنة، إذا هناك تنافسية لا يمكن لأي دولة أن تضاهيها في هذا الإطار هذا، ولا أي وجهة سياحية أن تضاهيها. هناك جو معتدل بالنسبة لهذه المنطقة هذه، يعمل التنافسية ديال هذه الجهة لمدة 12 شهر. يمكن الواحد أنه يجي لهذه المنطقة وتلقى فيها من الخيرات وتلقى فيها من المؤهلات ما هو أساسي جدا. ولكن المسألة الثالثة كذلك وهو أنه هذه الجهة هي جهة فخورة بثقافتها، هي جهة فخورة بانتمائها، هي جهة فخورة بعاداتها، هي جهة فخورة بتقاليدها. راه كتشوف الإنسان الصحراوي لابس الدراعية ديالو فخور، وبعد خطرات أنا باش كنلبس الدراعية ديالي فخور. التوريزم سي حسن حداد، مسيو الوالي، مدامز ميسيو. Je vais pas être très long parce que Monsieur le ministre du Tourisme a bien brossé un tableau de la situation et des chantiers qui ont été menés et de ce qu'il faut faire. Et je tiens à le remercier pour son soutien permanent aux actions de l'Office, soutien qui se traduit à la fois par des conseils, des orientations et un soutien également très très ferme, très appuyé. Merci Monsieur le ministre. Remerciements vont également à M. Loewy, qui nous a toujours accompagnés dans les actions, à la fois par sa disponibilité et son soutien également. Les remerciements vont à vos autorités. Jamil Msouri, DAF Siaha. Nous applaudissons bien sûr.
هي تظاهرة يعني تأتي لدعم جهود ترويجية للمدينة الداخلة يعني وإبراز المؤهلات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها الجهة والتي تجعل منها يعني وجهة مفضلة لدى السياح الوطنيين والأجانب على حد سواء. يعني تتوج مدينة الداخلة اليوم كوجهة سياحية مفضلة لرواد الإنترنت يعني هو ثمرة يعني واحد يعني مجهود قامت به مجلة توريزما أبوست واللي توضح من خلاله أن هناك اهتمام كبير بالداخلة اهتمام كبير عن يعني البحث عن يعني وجهات جديدة يعني تتمتع بخصوصيات وتتمتع يعني بواحد الجاذبية كبيرة بالنسبة للسائح بصفة عامة. مدينة الداخلة تقدم منتوج سياحي فريد من نوعه على مستوى البحر على مستوى الصحراء وكذلك على مستوى الثقافة الحية التي تميز بها المنطقة والتي تجعل منها منطقة واعدة جدا ومنطقة جاذبة ومنطقة للاستثمار وجاذبة كذلك للسياح من مختلف أرجاء العالم. واليوم صبح الحمد لله عندنا المنطقة عندها مستقبل وعند الشباب مستقبل والجميع فرحان بهذه المبادرة اللي هي في الحق عملاقة واللي طريسها سيدنا الله ينصره والله يحفظه واللي احنا في الحق أصبحنا من اليوم جدد في حالة من الفرحة وفي حالة من الاستعداد للاستثمارات في المنطقة ومن الإشهار بالمنطقة سياحيا واللي كان عيطوا على جميع المستثمرين المعيشين السياحيين في المنطقة وغيرها وهذا في الحقيقة شيء مهم بالنسبة لنا والمستقبل ديال منطقتنا والمستقبل ديال جهة الداخل والذهب وهذا ما كنا نتمنى وهذا ما دافعوا عنه الأجداد باش نحصلوا على هذه الفوائد المهمة في منطقتنا ونطلب الله تبارك وتعالى يكمل علينا بخير.